لانه بلوتون ويورانيوس رح يراجعوا هالسنه معاكستهم لبعضهم وبتبلغ اوجها بشهر اذار مارس. اما بالنسبه لنبتون ساتورن وجوبيتر فكمان بشكلوا معاكسه قويه اول سنه بين كوكبين وبقاب بين كواكب ثلاثه، ما يعني انه الوضع سيتوسع والتعصب رح يشتد واللهب يمكن يبلغ بعض الاماكن يلي بعد لهلا عم تنعم بفتره جيده او بسلام. للاسف بنقول في ازمات السنه اقتصاديه اجتماعيه سياسيه واوضاع مربكه ولم نتوقعها قد تفاجئنا ويمكن تبلغ ذروتها بين شباط واذار بعدين ابتداء من شهر اب وخلال فصل الخريف، مثل ما كان سنة الماضي خريف عنيف، السنة كمان الخريف منه أكثر وعدا، لا بل قد يكون أشد وطأة، وهيدا الشيء اللي عم نتوقعه طبعا بسبب تواجد الكواكب والطوالع يلي عم بتشكلها فيما بينها، واللي بلشت تكون شديدة جدا ابتداء من سنة 2008. المناطق الأكثر عرضة هي الشرق الأوسط على الصعيد السلام، خاصة للأسف بدي أقول لبنان وسوريا وفلسطين وكمان العراق وبعض البلدان، حتى إنها قد تبلغ السعودية بهالسنة يلي يخشى منها من توسع الكرة مثل ما قلنا، كذلك أوروبا يخشى من أزمة اقتصادية، كما أن هناك بعض الكوارث الطبيعية المحتملة بسبب معاكسة نبتون لساتورن وجوبيتر وخاصة بفصل الصيف والخريف المقبلين ويمكن قبل، وقد تشهد الولايات المتحدة أحداث غير متوقعة، كما أن الصين تتعرض لهزات بهالسنة كمان. يعني منطقتنا لبنان معرض للأسف معرض لتوسع الأزمة فيه واللي متمنى أنها ما تسطق. سنة 2015 هي سنة مين؟ هي سنة الأسد أولاً، بس في كتير أبراج، في كتير أبراج رح ينعموا بسنة أفضل بكتير من السنوات السابقة والماضية، وخاصة بأكثر أشهر هالسنة، ولو إنه بعض الأشهر بتحذر البعض من أزمات أو من بعض التراجع الصحي أو من التعرض للسلامة. نوصل للجوزاء، الجوزاء والحوت، بدي أقول لهم إن سنة انقلابات بحياتهم، سنة منا هينة، لا مش هينة، بس فيهم يحولوها من بعض التجارب الدقيقة اللي بدها تزعجهم لتجارب جيدة ولانتصارات إذا عرفوا تصرفوا بالوقت المناسب. الجوزاء بده يكون عنده علاقة بالخارج، يمكن يهاجر، يترك بلده، ينتقل إلى موقع جديد، يعرف بعض المهمات خارج بلاده ويكون ناطق رسمي باسم بعض المرجعيات. على الصعيد العاطفي الجوزاء أفضل والسنة أفضل بأول السنة، يعني بآب بيكون والحوت بآب بشكل شوية إزعاجات الصيف والخريف للحوت وللجوزاء، رغم هالشي في وعود وفي إنجازات وفي مواقع يمكن يحتلوها إذا عرفوا تصرفوا. برج الأسد سنة جيد جدا، رح ينتهي من أزمات سابقة ويطلع على فترات كتير مهمة، كذلك الحمل، الحمل رح يعرف سنة مميزة، لكن في كم شهر بالأول بده ينتبه لأنه بيمرق ببعض الإرباكات، إنما بس يطل الربيع رح يعرف سنة ممتازة. الأسد الحمل رح يعرفوا كمان حب جديد وفترة فلكية عاطفية مناسبة جدا، خاصة بين حزيران وتشرين الأول، يعني بين جون وأكتوبر لما رح يكون كوكب الحب فينوس ببرج الأسد. برج الدلو شو عنده السنة الدلو؟ الدلو السنة عنده بعض المعاكسات أو المواجهات بأول السنة، بس وين شو خفت عن سنة الماضي، ساتورن بطل عم بيعاكسه وبينتهي ببعض في صراعات مع بعض السلطات، بده ينتبه من صراع مع سلطة دينية أو سياسية أو حتى إدارية، بس بالآخر بيوصل إلى إنجاز وبيعرف علاقة مع الخارج مهمة وبيقوم بدور استثنائي.
إنها سنة الجهود الكبيرة والتجارب العديدة التي تمر بها، لكنها تحمل إليك الحظ في فصل الصيف. فكوكب جوبيتر يصل هذه السنة إلى برجك، وتحديدا في 11 من آب أغسطس، ليهبك مفاجآت حلوة خاصة في نهاية السنة. لكن تأثيرات ساتورن تتطلب منك الاهتمام بصحتك وسلامتك، خاصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى. أما فصل الخريف فيثبت إنجازاتك باستثناء أيلول سبتمبر الذي يحذرك من بعض المطبات. مطلوب منك التأني والحذر وعدم المغامرة باستثمارات غير مضمونة في الأشهر الأولى من السنة. قد تحصل على ترقية أو مكافأة، إلا أن بعض الطوالع الفلكية يعرضك لاتهام تضطر بعده للدفاع عن نفسك. قد تدفعك الظروف إلى مضاعفة الاهتمام بصحتك أو إلى فترة نقاهة تحتاج إليها بسبب الضغوطات. في نيسان أبريل تتخذ قرارا مهما عاطفيا، تتبدل مفاهيمك ونظرتك إلى بعض الناس. قد تلتقي اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر حبيبا يشغل تفكيرك، ويحمل شهر تشرين الأول أكتوبر انعطافا مهما، ويكون كانون الأول ديسمبر واعدا جدا. يلي كمان رح يرتاح من ساتورن بلا بعدد دلو هو برج الثور والعقرب. أولا العقرب خلاص ساتورن طلع من عنده ودخل إلى القوس. العقرب السنة بده يرتاح، بيمرق ببعض الأزمات الصغيرة ببعض الفترات، وبيطلع على فترة كتير جيدة، وبيكون للعقرب وللثور شهر آب مفترق طريق، بيقدم مهمات كبيرة، أرباح، انتصارات ونجاح، ويمكن يشغل مركز مهم مولود الثور بالأشهر الأخيرة من السنة، كما العقرب يطلب منه أداء مهمة كتير عظيمة وبيأديها بشكل جيد جدا. على الصعيد العاطفي كمان منيحة لقلون، وخاصة بالصيف. عم لاحظ انه الصيف عم بيكون كتير منيح لبعض الابراج اكتر من غيرها. القوس فيت لعندهم ساتورن، يعني بده يقلب الحياة، في مصير جديد، في سنة انعطاف نحو حياة جديدة ونحو توجه اخر. بدهم يكونوا كتير واعيين لكل شيء عم بيعملوا، لانه ساتورن بحاسب اذا كنت عم تعمل خطا، وبكافئ اذا عم تعمل صح. ممنوع الارتجال، ممنوع التسرع ولا بمشروع. حب جيد جدا بين حزيران وتشرين الاول في انقلاب بحياتهم. البرج يلي كمان بده يتخلص من الأزمات بس بده ينطر شوي لشهر أيار هو الميزان. كانون الثاني كتير منيح، بعدين بيطلع على شهرين ثلاثة مربكين، وبدي أقول له انتبه، ما في مزح مع هذه الأشهر اللي قد تحمل تطورات مزعجة. بعدين بتنقلب الأفلاك وبيصير الميزان مرتاح جدا لما سيحصل ابتداء من شهر أيار، بحقق أحلام إنجازات، وآخر السنة بتكون ممتازة. آخر ثلاثة أشهر بتنقله إلى حلم عظيم. جدي انتهيت من معاكسة كوكب بلوتو وساتورن، ورح تنتهي منها نهائيا بالربيع، والفترة المشرقة بآب بتبلش حتى تعطيك وعود ما حلمت فيها يمكن، وإنجازات وأفضل ما تستطيع السماء أعطاؤه. لكن كمان بعد شهر آب وخلال الأشهر الأخيرة على صعيد الحب كمان بيكون كانون الأول كتير واعد لك. نوصل للجوزاء. الجوزاء والحوت بدي أقول لهم إن سنة انقلابات بحياتهم، سنة منا هينة، لا مش هينة، بس فيهم يحولوها من بعض التجارب الدقيقة اللي بدها تزعجهم لتجارب جيدة ولانتصارات إذا عرفوا تصرفوا بالوقت المناسب. الجوزاء بده يكون عنده علاقة بالخارج، يمكن يهاجر، يترك بلده، ينتقل إلى موقع جديد، يعرف بعض المهمات خارج بلاده، ويكون ناطق رسمي باسم بعض المرجعيات. على الصعيد العاطفي الجوزاء أفضل والسنة أفضل بأول السنة، يعني بآب بيكون، والحوت بآب بشكل شوية إزعاجات الصيف والخريف للحوت وللجوزاء. رغم هالشي في وعود وفي إنجازات وفي مواقع يمكن يحتلوها إذا عرفوا تصرفوا.
سرطان كمان سنة أفضل بكتير من السنوات الماضية، وبس يطل الصيف رح يعرف الإنجاز. أول كم شهر بده ينتبه ويشتغل ويخطط وما يعمل تهور، بالصيف ببلش يقطف ثمار جهوده السابقة، بيكون الصيف والخريف عنده ممتاز وفي عنده زواج بحياتهم كمان السنة، ويمكن قرار فجائي يتم بين الصيف والخريف.